بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي ثمار الدوم أو ما يسمى بحب الغاز. شجرة الدوم أو شجيرة الدوم رزق وغذاء ودواء. هي شجيرة تشبه النخلة، تنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان لزراعتها، وتظهر في شكل تجمعات. ومن أراد زراعة الدوم فليتوكل على الله. توضع البذور في الأرض، هذه البذور هناك من يزيل القشرة أو يكسر الثمار. إذن توضع هذه البذور في الأرض وترش بالتوالي بالماء حتى يتم الإنبات، وهذا الإنبات قد يتأخر عاما كاملا. إذن يرجى الصبر. لماذا عاما كاملا؟ نظرا لصلابة غلاف التمر أو حب الغاز. وهناك قلنا من يلجأ إلى كسر غلاف البذرة لكي تنمو بسرعة. ولا ننسى أن الدوم من الأشجار المعمرة بطيئة النمو، قد يصل ارتفاعها ثلث المتر تقريبا، ثلث المتر يعني الارتفاع أحيانا يصل إلى 30 أو 40 سنتيمتر. وأوراق الدوم يصنع منها السلال والحبال والقبعات وما شابه، ولها فوائد كثيرة هذه الثمار، سنذكرها آخر المقطع. الآن نقوم بغرس حب الغاز. بسم الله، هنا أزلت القشرة. بسم الله. على بركة الله. الآن نرش بالماء الحبات التي وضعناها في الأرض. بسم الله، اللهم يسر. هذه هي شجرة الدوم بعد الإنبات. هذه هي شجيرة الدوم، انظروا تشبه النخلة شجيرة الدوم، حادة هنا كالإبرة الحادة. إذن بعد هذا نضعها في أصيص لوحدها، أصيص متسع لأن تحتاج إلى أصيص حجم كبير ولعناية خاصة. هنا في السطل أين هي؟ إذن هذه انظروا معي، هذه شجيرة الدوم. الآن سنذكر منافع الدوم. إذن من فوائد الدوم وهي كثيرة جدا، نذكر ما هو أساسي. يكافح الزهايمر، حب الغاز يكافح الزهايمر ويحافظ على سلامة الأعصاب. يعالج اضطرابات النوم بما فيها الأرق. يدخل في صناعة الأدوية التي تقضي على مرض البلهارسيا. يعزز صحة العظام والأسنان لاحتوائه الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. تبييض الأسنان وتعقيم الفم واللثة من البكتيريا الضارة. يكافع الصلع ويحد منه، لأن حب الغاز منشط للدورة الدموية. يكافح أعراض الشيخوخة، مفيد للربو. يعزز جهاز المناعة ويقويه. يعالج البواسير، مرض البواسير، لأن حب الغاز يحسن عملية الهضم. سأعطي طريقة سهلة لاستعمال حب الغاز أو ما يسمى بثمار الدوم. ينقع حب الغاز لمدة مثلا 6 ساعات فأكثر في الماء، ويقلب من وقت لآخر.
وبعد ذلك يوضع في الثلاجة ويخرج من الثلاجة يوضع على النار للتعقيم التسخين للتعقيم دون أن يصل للغليان، ثم بعد ذلك يصفى، ومن أراد أن يحليه بالعسل ويشرب فإنه نافع بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.